انت وحشني جدا والله يا كابتن جمال، وبشكرك على احسن واحد بيلعب بدماغه ديت. ده في يعني لا انت لا كده لا لا، انت احسن واحد تلعب بدماغك فعلا، انت احسن واحد بتلعب بدماغك في مصر على مر التاريخ، وكابتن علي ابو جريشه طبعا. يعني بص، انا تعلمت الكارير من كابتن علي ابو جريشه، وبعد كده الحمد لله الميزه بقت عندي انا ان شاء الله. الحمد لله. لا ما شاء الله كابتن، ويعني امتعت يعني انا طلعت على الجيل بتاع حضرتك وانا صغير، يعني وعيت على الكوره على الجيل بتاع حضرتك، كابتن اشرف قاسم وكابتن احمد رمزي وكابتن اسماعيل يوسف، فكنت بستمتع جدا وانا بتفرج عليكم. يعني يا كريم، ده مش كتير عليك، ده مش جديد عليك، طول عمرك ذوق يا كريم. لا يا كابتن مش ذوق، والله والله ما بجاملك، انا فعلا انا يعني بحب، كنت لعيب كوره، كنت بعشقك فعلا، يعني دي مش كنت يعني بتلبس رقم 14، فدي كانت حاجه كمان بالنسبه لي يعني جامده جدا. ما انت عارف انا كنت بحب الكابتن حسن قوي. انا عارف يا كابتن جمال، انا عارف. طيب يعني خليني اخدك لماتش الزمالك امبارح، رايك ايه في الفرقه وفي الفوز وفي الاداء؟ وانا كنت شايف ان كان في بعض العيوب امبارح لازم الزمالك يعالجها في الفتره القادمه عشان يقدر يبقى احسن فرقه في افريقيا الفتره الجايه باللعيبه الكتير والصفقات اللي موجوده في نادي الزمالك. هو ده يعني اللي انت قلته ده صح، دايما المكسب بيداري العيوب في كل دول العالم وكل فرق العالم. امبارح اللي حصل ان احنا كسبنا، ودي حاجه كويسه جدا. الاول نفرح قوي لان الزمالك الحمد لله بيكسب بره وجوه دلوقتي، دي اهم حاجه، لان احنا كنا محرومين من الحته ديت بره وجوه. تمام ماشي. فاحنا محتاجين ان احنا الاول نفرح وبعد كده نداري العيوب اللي عندنا في هدوء. اول حاجه احنا محتاجين تغطيه الباك العكسي للدفاع. ده مهم جدا. ايوه الكرات الثابته نقلل منها شويه علشان احنا برضو حته نخش بقى حته الدماغ بقى، الهيدرز والراس وكده، برضو قليلين فيها شويه صغيره في الدفاع، الثغرات الموجوده. يعني احنا كنا بنحذر يا كابتن جمال، الثغرات الموجوده في الكور العرضيه برضو دي مهمه جدا. بالظبط، احنا قبل الماتش كنا بنحذر ان فريق الفتح الرباطي المغربي مميز قوي في ضربات الراس والكور العرضيه او الكور الثابته، والزمالك دخل فيه جولين كده. أيوة. برضو امبارح. ايوه ما انا بقول لك، يبقى احنا نقلل من الكور الثابته والكور العرضيه. ان الظهير يعني يحاول بقدر الامكان لو بلعب برجل الشمال، انا طبعا كمدرب اتكلم كمدرب يا كريم. ايوه كابتن، لما يكون عندي لعيب بيلعب رجله الشمال وهيرفع برجله الشمال، يبقى انا اخليه يروح لليمين، لرجله اليمين اللي هو يرفع اقل شويه. بيرفع برجله اليمين اخليه ما يعديش من ناحيه اليمين عشان يرفع باليمين، اخليه يرفع بالشمال. دي حاجات قليله بنقولها للظهيرين يعني. انما الكور الثابته دي بقى في ايدينا، ان انت ما تزقش، ان انت ما تشدش، ان انت ما تعملش كتف قانوني، ان انت يبقى ظهره للكوره، تبقى روح انت روح ضربه وهو اصلا مش هيعمل حاجه، ان هو هيطلعها بره. الحاجات دي كلها فنيات ممكن تتقال فتقلل الاهداف اللي بتيجي من نادي الزمالك. انما عايز اقول لك الايجابيات بقى، احنا التلت الهجومي وعندنا مشكله برضه يا كابتن في الزمالك، هجومي في افريقيا. في مشكله إيه؟ في مشكله في الزمالك برضه، الاداء الجماعي الهجومي مش الاداء الفردي، الاداء الجماعي الهجومي. ايوه دي برضو دي ما نقدرش برضو ايه نقول عليها وحشه قوي. ليه؟ لان احنا انت شايف ان اللعيبه عندنا كلها مهارات. بالظبط، يعني حازم امام مهاره، احمد عيد عبد الملك مهاره، ايمن حفني مهاره، مصطفى فتحي مهاره، باسم مرسي شفنا المهاره امبارح، انا مش عارف عملها ازاي الكره ديت، الجول الثاني الجول اللي جابه عمر جابر. أي. يعني في مهارات، فانت ما تحرمنيش ان انا اكون في الجزء الاخير من الهجمه اعمل المهاره ديت، فاهمني؟ انما جماعيا احنا قليلين جماعيا شويه، لان كلنا عندنا مهاره، فاهمني؟ طيب الايجابيات ايه بقى يا كابتن جمال؟ ما انا بقول لك الايجابيات، التلت الهجومي عندنا هايل. قول لي مين هداف الفرقه لحد دلوقتي كهداف؟ مفيش، كله بيجيب جوال. كله بيجيب. باسم بيجيب جوال. بالزبط. احمد علي بيجيب جوال. احمد عيد عبد الملك بيجيب جوال. ايمن حفني بيجيب جوال. اذا احنا الثلث الهجومي بتاعنا يعتبر من اقوى المهاجمين او اقوى ثلث هجومي على مستوى مصر وافريقيا. لان الثلث الهجومي بيتقاس بيه يا كريم من الظاهرين واللي تحت راس الحربه والاثنين رؤوس الحربه. فالثلث ده كلهم جايبين جوال وكلهم هدافين، فبالتالي دي ايجابيه حلوه جدا. الايجابيه الاحلى بقى احمد شناوي.
ده احمد شناوي ربنا كرمنا بيه يعني السنه دي. بالظبط بالظبط. وان شاء الله باذن الله. انت كنت سامعني يا كابتن جمال وانا بتكلم ولا ايه؟ منتخب مصر. نعم؟ كنت سامعني وانا بتكلم، كنت بقول نفس الكلام ده بالظبط. ما كريم انت لعيب كوره، الناس ما تعرفش ان كريم حسن شحاته اصلا كان لعيب كوره، وانا الوحيد اللي مقتنع بيه في النادي، المدرب اللي اقتنع بيه. انت الوحيد اللي كنت بتلاعبني. ابن حسن شحاته. استنى بس، عشان انت ابن حسن شحاته كل الناس قعدت تستقصدك في اللعب، انما انا اقتنعت بيه. كنت بتلاعبني مهاجم سائق. بيك عشان كده لعبتك على طول. بالظبط. فانت بتفهم في الكوره، عشان كده بتتكلم في الكوره كريم. أكيد. صح، يمكن انا ما اتكلمت، انا ما سمعتكش. انما ده الكلام الصح، ان احمد شناوي ربنا كرمنا بيه. بالظبط بالظبط. اخبار السكه الحديد ايه يا كابتن؟ منافسه جامده جدا في الممتاز به. جدا جدا. جدا يا كريم، احنا الثاني الحمد لله اهوت. ايوه. وعندنا ماتش يوم الاربعاء ان شاء الله مع الترسانه. وباذن الله ان شاء الله التعادل ان شاء الله، يعني بص اي فرقه تتعادل بره احنا صعدنا. نتعادل مع الترسانه صعدنا، انما المكسب يصعدنا، احنا الثاني اصلا. بالظبط. بفرق نقطتين ونقطه عن الثاني. هو الماتش في السكه ولا في الترسان؟ في السكه. في السكه عندك على ملعبك يعني. ايوه. بالتوفيق ان شاء الله للجميع يا كابتن جمال. طبعا نادي الترسانه بيقوده الكابتن عبد الرحيم محمد، ونادي كبير، ونادي السكه نادي كبير وبيقوده جمال عبد الحميد. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله في الممتاز به باذن الله. ربنا يخليك. شكرا يا كابتن. بشكرك كابتن جمال. طيب تعالوا اقول شويه بقى اخبار لنادي الزمالك وفرحه الفوز امبارح والانتصار. وكان مهم الكلام اللي انا قلته ده، ان دي يعني ايجابيات في نادي الزمالك وفي سلبيات. مش المكسب اكيد مش هيخلي الناس تنسى السلبيات عشان تعالجها، عشان الزمالك يبقى اقوى في الفتره القادمه. طيب بعثه الزمالك زمانها وصلت القاهره دلوقتي، يعني المفروض ميعاد وصولهم الساعه 9 مساء يعني، وانا بكلمكم دلوقتي زمان بعثه نادي الزمالك في مطار القاهره. وسامع كده المستشار جلال، المستشار مرتضى منصور، هيكون في استقبال الفريق في المطار. الزمالك بيصرف $600 لكل لاعب مكافاه اجازه. الزمالك طبعا النهارده راحه، ما فيش تدريبات، وهيبدا تدريباته من بكره ان شاء الله استعدادا لمباراه الرجاء في بطوله الدوري المصري. محمد كوفي عنده كدمه قويه في رجله، احتمال ما يلعبش مباراه الرجاء القادمه، لكن حسب بقى التقرير الطبي وحسب رؤيه الجهاز الطبي وقدره محمد كوفي على المباراه القادمه. امير مرتضى منصور ابن رئيس النادي طبعا، ابن المستشار مرتضى منصور، بيقول ان هو توصل لاتفاق مع مراد بتنا نجم الفتح الرباطي، ومراد بتنا هيكون في نادي الزمالك الموسم القادم كلاعب محترف في نادي الزمالك. هل هيكون على حساب عبد الله سيسيه؟ ان الزمالك عنده 3 لاعبين اجانب، عنده محمد كوفي ومعروف يوسف وعبد الله سيسيه اللي ما بيشاركش خالص مع نادي الزمالك في الفتره الحاليه. ولكن عايز اقول حاجه برضو، مراد بتنا لعيب جامد جدا جدا، ولكن مش المهاجم الصريح. مراد بتنا خلي بالكم مهاجم من على الاطراف، مهاجم سائط شويه لتحت.